بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا اللقاء سوف يكون حديثا عن مقاصد الشريعة، ولا سيما مقاصد الحج. والمراد بمقاصد الشريعة يعني الأسرار، أسرار والحكم والغايات التي أتت بها الشريعة. مثلا الشريعة الإسلام، دين الإسلام، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من أجل لجلب المصالح وتكثيرها والاستزادة منها ودرء المفاسد ورفعها والتقليل منها، فكل ما فيه مصلحة حقيقية أو يغلب على الظن أنها مفيدة للبشر فإن الشريعة تأتي بها ولا يمكن أن تمنعها، وكل شر حاصل أو متوقع فإن الشريعة تمنعه وتدرعه، وإن كان موجوداً فإنها ترفعه. هذا هو مجمل المقاصد، والمقصود مصالح العباد في الدنيا والآخرة، يعني في المعاش وفي المعاد. هذا هو حينما يتكلم العلماء ويتكلمون عن المقاصد، يعني المصالح التي جاء بها الشرع. والعلماء ذكروا أن المصالح أو تعود إلى خمس أمور أساسية جدا. مصالح تتعلق بالدين أو حفظ الدين، ومصالح تتعلق بحفظ النفس البشرية، ومصالح تتعلق بحفظ العقل البشري، ومصالح تتعلق بحفظ المال، ومصالح تتعلق بحفظ النسب، وهو الحفاظ على الجنس البشري. هذه تقريبا كل مصالح الدنيا والآخرة تدور حول هذه الخمس، وأولها طبعا وأولاها مصالح الدين، ثم مصالح النفس ومقدمة، والعقل أي المحافظة عليه، والمال أيضا، والنسل. فهذه ما يسميه العلماء الضروريات أو الضرورات الخمس. نأتي مباشرة إلى مقاصد الحج. طبعا الصلاة لها مقاصد،
الحج الزكاة لها مقاصد، الصيام لها مقاصد، كل الأحكام الشرعية لها مقاصد. مثلا في الصلاة الرجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول وأقم الصلاة لذكري، وقال استعينوا بالصبر والصلاة، وفي أيضا قال وأقم الصلاة لذكري. الصيام الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى، والغاية من الصيام حفظ اللسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. فغاية الصيام تهذيب السلوك والتحكم في الإرادة، والتحكم في أن يتحكم الإنسان ويضبط نفسه. فالزكاة الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهرة ونماء وتطهير، وأيضا تزكي وتزكية، تزكي النفس. والكلام في هذا يعني ليس المقام الحديث عن مقاصد الزكاة وغيرها. الحج له مقاصد عظيمة. حينما تنظر في التشريعات الأركان الخمسة أو الشهادتين، هذه معروفة، الصلاة، الصيام، الزكاة. الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، في اليوم والليلة 5 مرات على كل مسلم ومسلمة. ولاحظوا يا إخواني، ما دام أن الإنسان المسلم عاقل، عاقل، فإنه لا تسقط عنه الصلاة أبدا. ما دام عاقل يعني مكلف، يعني بالغ عاقل، ما دام أنه بالغ عاقل لا تسقط أبدا، ولو كان مريض ما تسقط الصلاة إلا عن الحائض والنفاس. ولهذا المريض اللي كان في المستشفى ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم، ما يستطيع أن يتيمم في حروق نقول يصلي من غير وضوء ولا تيمم، فالصلاة لا تسقط. ولهذا بعض الناس ما يفهمون، يقول إذا شفيت وإذا خرجت المستشفى أصلي، هذا غير صحيح. يقول أنا مستلقي ما أستطيع أصلي قائم، نقول صلي قاعد. ما أستطيع أصلي قاعد، نقول صلي راكدا، صلي مضطجعا، ما تسقط الصلاة. يقول طيب السرير ليس إلى قبلة، نقول إذا أمكن يكون قبلة صلي قبلة، وإذا أمكن صلي ولو إلى غير قبلة. لو كنت مثلا ما تلتفت قبلة أو مسجون أو مربوط بحيث ما تلتفت، أو على حال مرض شديد ما لا تستطيع استقبال قبلة، تصلي من غير استقبال. يعني أن الصلاة ما تسقط أبدا ما دام إنسان عاقل وبالغ، ما تسقط. أحيانا حتى لو كنت عريان ما عندك سترة تصلي بدون، حتى لو كنت عاري. الصيام في العام مرة، الصيام في شهر رمضان، لكنه المريض يقضي بعدين، المسافر كذلك مخفف له، أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه كذلك أيضا يطعم، إذا كان في مرض مزمن وليس يصوم فإنه يطعم، أما الصلاة لا. لكن الصيام في السنة مرة. الزكاة أيضا إما في العام مرة على الأغنياء، أو أحيانا مرة واحدة في المحصول. الأموال السيولة كل سنة 2.5%، بينما الزروع والثمار لا، مرة واحدة عند حصاده، كما قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، مرة واحدة. بينما المال السيولة والتجارة لا، كل سنة 2.5% إذا بلغ نصابا. لا نتكلم، لا نفصل بهذا. إذن الصلاة كل يوم، والجمعة كل أسبوع، وصلاة العيد كل
كل سنة لأهل الحي أو أهل القرية أو البلد. رمضان كما قلنا على المسلمين كلهم في العام، الزكاة على الأغنياء. أما الحج ففي العمر مرة على المستطيع أيضا، فهو أخفها، هو أخفها في العمر مرة وعلى المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وهذا من فضل الله. لماذا؟ لأنه شاق وسفر وبعيد ويحتاج تكاليف، ولهذا العلماء يقول إذا غير المستطيع ما يحج ولا يجب عليه. ونفقته على أولاده مقدمة، نفقته على نفسه مقدمة، نفقته على مزرعته وعلى تجاراته هذه مقدمة. ويسميها العلماء الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية ما يضحي بها الإنسان عشان يحج، لا. أدوات الزراعية، الأدوات في الدكان أو في التجارة، هذه تبقى ما تبيعها عشان تحج. وهذا من لطف الله ورحمته. على كل حال، الحج في العمر مرة، ولكنه على المسلمين المستطيعين، ويأتون يجتمعون كلهم في مكان واحد. إذا كان الصلاة يجتمع أهل الحي في المسجد، ويوم الجمعة أهل الأحياء أو أهل القرية أو البلدة، يوم العيد يجتمع أهل البلد كلهم، الحج يجتمع المسلمون جميعا، المسلمون كلهم يجتمعون في مكان واحد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. نأتي إلى المقاصد. ما هي الحكمة وما هي المصالح التي تتحقق من الحج؟ الله عز وجل ذكر أشياء كثيرة، مثلا ليشهدوا منافع لهم وللطوف ببيت العتيق إلى آخره. أول مقصد من مقاصد الحج تحقيق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ حينما تنظر في آيات الحج والحديث الحج، تجد الحديث عن التوحيد حديث بارز جدا. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. طبعا كل المسلمين موحدون الحمد لله، المسلمون ليسوا متهمين في دينهم ولا في عقائدهم، المسلمون كلهم موحدون وكلهم مخلصون وكلهم. لكن تتعجب لماذا خص الحج بالحديث عن التوحيد، وإلا المسلمون كلهم موحدون الحمد لله وكلهم يعبد الله إن شاء الله على بصيرة. لكن تستغرب وتندهش ويلفت نظرك أن الله عز وجل خص آيات الحج بالحديث عن التوحيد. مثلا الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، مع أن الصلاة لله والزكاة لله والصيام لله كله لله، لماذا خص الحج لله؟ وقال وأتموا الحج عمرة لله، معنى كل لله، كل عباداتنا لله، والمسلمون يعلمون أن العبادات كلها لله. الحمد لله المسلمون يصلوا لله ويصوموا لله ويزكوا لله ويعملوا الأعمال الصالحة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن لماذا خص الحج؟ أولا أذكر الآيات أسردها ثم أتكلم عن بعضها حسب ما يسمح به المقام. الله يقول في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال وأتموا الحج والعمرة لله. وقال في مقام آخر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ما هي العلاقة بين بناء البيت والشرك؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وفي آية في نفس سورة الحج قال وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني الله يتكلم عن الأنعام وعن البهيمة وعن الذبح في الحج وعن الهدي والضاحي، وأتى بالشرك وأتى بالأصنام والأوثان. وأحلت لكم بهيمة العام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. هذه آية الحج. آية أخرى في نفس الحج أو سورة الحج يقول عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إيش بعدها؟ فإلهكم إله واحد فله أسلم. إذن هناك ارتباط وثيق عجيب بين الحج وبين التوحيد وبين الحج والخلوص من الشرك. آيات خطب بها إبراهيم وإذ بوانا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بشيء، مع أن إبراهيم هو إمام الحنفاء وهو صاحب الملة الحنفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، ثم أوحينا لك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة، فهو موحد حنيفة مسلما وما كان المشركين، ومع هذا قال له أن لا تشرك. إذن ما هي العلاقة؟ لماذا قلنا إن مقاصد من مقاصد الحج التوحيد، أو من مقاصد الحج تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد ليس التوحيد، تحقيق التوحيد بمعنى عليك إذا أتيت إلى مكة أن تجتهد في تحقيق التوحيد. ليش؟ وكما لعطف في الآيات ولله على الناس حج البيت وآتي الحج لله لعدة أمور. أولا الحج عبادة معلنة وعبادة كل الناس تشاهدها، طواف، سعي، وقوف بعرفة، مزدلفة، رمي جمار، كل الناس يجتمعون ويرى بعضهم بعضا، بحبل حتى يلبون بصوت مسموع، كلهم لبيك اللهم لبيك، وكلهم يكبرون الله أكبر الله أكبر. هذه الصورة الجماعية أحيانا قد تشوش على المسلم في إخلاصه، قد تثير فيه بواعث الرياء. يعني لما سواء مع أصحابه مع الناس، ولأنك تدعو الله في عرفة كل الناس رفعت أيديها، فهي احتمال أن يشوب شيء إخلاصك، احتمال أن يدخل عليك هاجس الرياء وألا تبتغي بعملك وجه الله، ولكن لا تشرك بشيء. ولهذا أيضا أقف عند قوله شيئا حتى يتبين الدقة. الله عز وجل يقول لا تشرك بي شيئا، نكرة في سياق النفي أو سياق النهي، وقال في غيرها في غاية الحج واعبدوا الله ولا تشرك بي شيئا، وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشرك بي شيئا. أي شيء شيئا، شوف تنفي المعبودات وتنفي التعبدات، أي شيء مهما صغر من الشرك لا تشرك به، أي شيء مهما صغر، رياء، أي شيء، سواء في عملك أو في المعبود، ذباب أو حتى أقل من ذباب أو تراب أو حتى تتمسح بحجر، أي شيء ألا تشرك به شيئا، نكرة في سياق النهي، يقول العلماء تفيد العموم. طيب إذن التحذير لأن العبادة جماعية،
العبادة الحج جماعية، السعي وطواف كما قلنا، والوقوف بعرفة، مزدلفة، رمي الجمار، الهدي، الأضاحية، النحر، الحلق، كله جماعي. هذه واحدة. الأمر الثاني البيت والأماكن المقدسة، هي أماكن مباركة وأماكن مقدسة، والإنسان يرجو بركتها، لأن الله جعل البيت مبارك. إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، ماء زمزم مبارك، المشاعر مباركة ومقدسة ومعظمة، والله أمرنا أن نعظمها، ذلك ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن عندنا أماكن مقدسة ومعظمة ومباركة، وعندنا التوحيد حق الله. إيانا أن نخلط بين تعظيم الأماكن المقدسة وتعظيم حرمات الله وتعظيم الكعبة وتعظيم الشعائر وبين إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال لا تشرك. الذي يوضح ذلك مقولة عمر رضي الله عنه. عمر تعرفون وخرج من الجاهلية الإسلام، وخرج من الشرك إلى توحيد، يعرف وهو قوي في دينه، بل قال النبي أنه المحدث الملهم. ماذا قال؟ وقف عند الحجر الأسود وهو حجر مبارك ونزل من الجنة معلوم، وأيضا مسه وتقبيله سنة وفيه أجر وثواب عظيم. ماذا قال؟ قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الشعرة بين تعظيم حرمات الله وبين تحقيق التوحيد. ولهذا جاء الحديث الشريف في آية الحج، أنت ماذا تقول في التلبية؟ لبيك لا شريك لك لبيك، من أول لفظ إحرام وأنت في الميقات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تحاول أن تنفي أي تعلق بغير الله، مع أنك متوجه لأماكن مباركة ومقدسة ومعظمة وترجو الثواب وترجو بركتها. نعم نرجو بركتها قطعا، لكن رجاء بركتها غير إفراد الله بالعبادة. كيف؟ كما قلت عمر قال هذه المقولة لدقة توحيده. قضية ثانية ابن عباس ومعاوية طبعا يطوف ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما جميعا. لما جاء الركن اليماني استلمه، لما جاء الحجر الأسود استلمه. معاوية لما جاء الركن الثالث الركن العراقي أراد أن يستلمه، قال ابن عباس لا. أراد يستلم الركن الشامي، قال لا. سأل سؤال عقلاني معاوية رضي الله عنه، قال يا ابن عباس هل في البيت شيء مهجور؟ هل هذا هجران للبيت؟ نحن نعظم البيت، ليش نستلم الركن اليماني ونقبل ونستلم الحجر الأسود وما نأتي الركنين البقيتين؟ ماذا كان جواب العباس؟ طبعا العباس عالم وحبر الأمة وفقيه، ومعاوية فقيه عالم ومو سهل، لكن لا شك أنه أحيانا يعني يحصل للعالم أنه قد يغيب عنه بعض الشيء.
ماذا قال ابن عباس؟ جاءه قال إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ يعني أن العبادة اتباع وليست شهوات أو عقول أو مجرد استحسان. لا يا أخواني، العبادة ليس استحسانا، بل ترى البدع ما جاءت إلا استحسان. ومن هنا جاء اقتران التحذير من الشرك مع مناسك الحج، لأننا فعلا نعظم البيت ونعظم الحرم ونعظم الكعبة، شرف الله وزاد الله تسليما وتكريما ومهابة وبرا، ونعظم مقام إبراهيم ونعظم زمزم ونعظم الصفا والمروة ونعظم موقف عرفة ونعظم منى ومزدلفة وأيضا الجمرات، لكن تعظيمها واعتقاد أفضليتها وقدسيتها شيء، وقضية أن يعني نقدح في توحيدنا وحق ربنا شيء آخر. أيضا أزيدكم، البيت مبارك، قطع مبارك، لأن الله يقول إن أول بيت وضع للناس ذا الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، قطع مبارك وهدى وللعالمين، ليس للمسلمين فقط، هدى للعالمين. وهذا يعني عجيب، لما أخرج شوي أعطيكم معنى هدى للعالمين. الله عز وجل قال في آية أخرى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وليس المسلمين، الناس كلهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالبيت جعله الله قيام، ما معنى قيام؟ يعني أن الدنيا ما دام أن هذا البيت قائم وموجود فالدنيا قائمة، وإذا أراد الله انتهاء الدنيا فإن البيت يهدم، يهدم البيت في آخر الزمان، تهدم الكعبة، يأتي سويقة ويهدمها، وإذا هدمت فانتهت الدنيا. فهو قيام للناس، ما دام الكعبة موجودة فالدنيا موجودة، وهو هدى للعالمين، مصدر هداية قطعا. لكن البيت مبارك كما قلنا، كيف ننال وكيف نحصل بركة هذا البيت؟ نتكلم عن فعلا البركة والتوحيد، البركة والتوحيد وتحقيق التوحيد. كيف نحصل؟ وكلنا، وأنا أوصيكم جدا أن تسعوا في تحقيق وتحصيل بركات هذا البيت. كيف؟ وكذلك زمزم، وكذلك أيضا البقعة المقدسة. حينما تنظر في هذه الوفود والحشود التي تأم البيت منذ أمر الله إبراهيم أن يؤدي في الناس بالحج وهم يأتون بالملايين، أنت لو تأملت هؤلاء الذين يأتون إلى البيت هل كلهم على مستوى واحد من الديانة ومن الصلاح ومن العبادة ومن الإخلاص ومن الاستقامة؟ أنتم تعلمون أنه يأتي ناس عباد وصلحاء وعلماء وزهاد، ويعني تستنطر بهم السماء وتصلاحهم وقربهم من ربهم ويستسقى بهم الغمام، وهم أولياء الله عز وجل. لكن طبعا لا نعرفهم، لا نقطع على فلان وفلان، لكن قطعا فيه
في صلحاء وعباد وزهاد ومعتكفون شيء. وأيضا تعلمون أنه يأتي أناس حرامية في الحرم، صح ولا لا؟ حرامية يسرقون، يسرقون في المطاف، يسرقون في المسعى، يسرقون في جمرات، يسرقون في عرفة، يسرقون. وفي أناس سيء السلوك يزاحم، حتى سلوكيا يزاحم النساء، يأذوا النساء. وفيه أناس ظلمة يأكلون أموال الناس، تجار أكلت ربا، أكلت حرام، ظلمة يبوا حقوق الناس. بل حتى في حكام يأتون لها البيت ويدخلون، بل حتى تفتح لهم الكعبة، ظلمة طغى. لكن المسلمون يأكلون، ليسوا كفارا، مسلمون يصلون. إذن يأتي العباد والصلحاء، ويأتي الحرامية، ويأتي سيء الأخلاق، ويأتي أكلة الربا، وأكلة مال الناس بالباطل، ويأتي الطغاة والظلمة كله. إذن وكلهم يستقبلون البيت، وكلهم يحجون ويعتمرون ويطوفون ويسعون. ولا نعلم من نقول ولا نعلم من يتوب. لو كانت البركة بمجرد الدخول أو بمجرد مسح ما يمسح، أو مسح الأعمدة، أو مسح الأرض، أو تقبيل الأرض، أو التصاق بالكعبة، لكان أمر سهلا. كل الناس في الحرامية هذول كلهم يلتصق بالكعبة وخلاص. البركة ليست شحنات كهربية تضع يدك وتنشحن. يأبى الله أن يكون الدين هذا هو الدين، هذا عبث. البركة تنال بصلاح العقيدة، تنال بعمل الصالح، تنال بصحة العبادة، تنال بالصدق مع الله عز وجل، صدق تعلق بالتوبة النصوح، بالعمل الصالح، بالبر. ما تنال بمجرد أن تقبل الحجر، أو أن تحتضن الملتزم، أو أن تشرب زمزم، أو أن تحتضن عمود. يأبى الله أن يكون ديننا هكذا، هذا دين خرافة. ديننا دين صحة، دين صدق مع النفس قبل أن تكون مع أي أحد. تكون صادق مع ربك، صادق في أعمالك، صحيح في معاملتك، حسن في سلوكك، يعني نقي في قلبك. كلما كان قلبك نقي كنت أقرب إلى الله عز وجل. فمن أجل أن يعني ترجو بركة هذا البيت، فتش في قلبك، وفتش في صحة عبادتك، وفي صحة تعلقك بالله عز وجل، وصدق توكلك عليه، واستعانتك به، وإنابتك إليه، وتوبتك إليه. إذن يأبى الله أن يكون الدين بهذه الخرافة. الدين بالعمل، بالعمل الجاد، وبالمعتقد الصحيح، وبالعمل الصالح، وبالخوف من الله عز وجل، وأيضا علم الرجاء بين الخوف والرجاء. إذن تنال بركة البيت، وكل مكان مبارك ينال بصدق العلاقة مع الله، وصدق العمل الصالح بأنواعه. من هنا لاحظت كيف الارتباط بين تعظيم الشعائر والمشاعر، وبين تحقيق التوحيد لله عز وجل. أكثر بهذا القدر فيما يتعلق بالتوحيد. نأتي إلى مقصد آخر، ولعل إذا جاء منكم مثلا في الموضوع لعل أيضا تنبه لك هناك أحتاج أشياء تحتاج إلى تنبيه. من مقاصد التوحيد، من مقاصد الحج، تحقيق التقوى. تحقيق التقوى. وعجيب أيضا حين طبعا التقوى مطلوبة في كل حال، لكن كلامنا هنا ذكر الله عز وجل للتقوى في آيات الحج وفي أحاديث الحج. ذكر التقوى بشكل خاص في بعض آيات الحج. من ذلك قول الله عز وجل في أول قول عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، قال في آخره واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال واتقوا الله. الآية الأخرى قول الله عز وجل وتزودوا، طبعا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. في آية أخرى قال عز شأنه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وأيضا قال في آية أخرى: لن ينال الله، في سورة الحج، لن ينال الله لحومها ولا دمها ولك يناله التقوى منكم. وفي آية أخرى يسألونك عن الأهلة، يسألونك قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت، لأنكم هذه كلها في أعمال الحج من الجاهلية، كانوا إذا حجوا يأتوا من البيوت من السطح ما يأتي من الباب. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. إذن هناك ارتباط عجيب بين التقوى وبين الحج. لماذا؟ لأمرين كبيرين. الأمر الأول أن هذه مشاعر مقدسة ومواطن يرجى فيها إجابة الدعاء، ويرجى فيها قبول العمل الصالح، ومن هنا عليك أن تجتهد في التقوى من أجل أن لعل الله أن يتقبلك. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو قريب من التوحيد هو أن المشاعر ماديات، رمي جمار، طواف، استلام حجر أسود، استلام ركن يماني، وقوف بعرفة، وقوف مزدلفة، سعي بين صفا ومروة، مادية، ذبح، هدي، تقصير، حلق، كلها أشياء مادية، أشياء محسوسة. إذن وأنت تؤدي هذه الأعمال المادية والأعمال المحسات لا تلتفت للماديات ولا تتعلق بها، تعلق بما في قلبك، ولا يكون في القلب إلا التقوى. ولهذا قال: لن ينال الله اللحوم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليه الصواب، فإذا وجدوا فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر، كذلك سخر عليكم لتكبروا الله على ما عندكم ولعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذه الماديات لا شك أنها مطلوبة وهي أركان الحج وأعماله، لكن المقصود بها كما تحقيق التوحيد أيضا العمل الصالح. إذن عندك عملين: تحقيق التوحيد وعمل صالح والتقوى. أقف قليلا عند التقوى من حيث تعريفها وبيان فعلا ما هي التي تجلي لنا الأعمال أو الصفات أو الخصائص التي تجلي لنا معنى التقوى. أذكر لكم ثلاث آيات في صفات المتقين، وبإذن الله إذا تأملناها وتفحصناها استجمعنا ما يجب لنا التقوى. الآية الأولى تنتهي في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. في البقرة في مفتتحها الله عز وجل بسم الله الرحيم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هذه خمس صفات المتقين، احفظوها، سنقرنها
الآيات الأخرى الصفات الأخرى في الآيات الآتية. إذن يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك ومن قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. الآية الثانية أي في سورة البقرة قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذه عقائد، وهي تقريبا تجمع يؤمن بالغيب وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذه واحدة. وآت المال في البقرة قال ما رزق الله ينفقون، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إذن هذه مصارف في الإنفاق، هذا واحد. وأقام الصلاة وأتى الزكاة، تنصيص خاص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإلا إيتاء الزكاة من الإنفاق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن إيمانيات ملائكة وكتاب النبيين، المال، أقام الصلاة الزكاة، صبر بأنواعه. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون هم هؤلاء. ناتي للآية الثالثة آية آل عمران، وكلها يفسر بعضها على بعض، يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا فعلوا. نقف قليلا عند هذه الصفات عجيبة، يعني من أجل يا أخي تعرف التقوى وكيف تكون أنت المتقي. ليش؟ لأن التقوى إذا أعطاك الله التقوى ستظهر عليك آثارها. ما هي آثارها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من يسرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته. على آثار، لعلنا في الوقت إن شاء الله ما نشير إلى شيء من آثارها، لكن هذه تقوى صفات المتقين. لها وحاول أن تتأملها وتتدبرها وألا شك تتفقد نفسك فيها. إيمان بالإيمانيات، بالله، الملائكة، الغيب، النبيين، الغيب طبعا يشبه الملائكة، يشبه كل الغيبيات، اليوم الآخر، الجنة والنار، عذاب القبر ونعيمه يا أخي، كل الغيبيات وكل أخبار التي أخبر بها عن المستقبل أو حتى عن الماضي تؤمن بها، كل غيبيات. الغيب الماضي غيب أخبر به القرآن وأخبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو المستقبل أيضا الغيب تؤمن به على حسب ما أخبر. وكما قلنا الإيمان بالله والإيمان بالآخرة. الثاني الإنفاق، المال، وهذا عجيب يا إخواني. يعني كثير من الناس يظنون أن التقوى هي مجرد العبادة والتعبد والتزهد، الإنفاق هذا من أخص خصائص المتقين، من أخص خصائص المتقين، ليس فقط الأغنياء ولا الأثرياء ولا الكرماء، لا، المتقون من أخص أنهم ينفقون ينفقون ينفقون. ولهذا قال: ومما رزقناهم ينفقون، وقال في الثانية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وقال في آية آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء.
إذن لا يحقق الإنسان التقوى إلا إذا أنفق، إلا إذا أنفق. والإنفاق المشروع الشرعي طبعا هو صفات عبد الرحمن، عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا، ولا تجعل يدك مبسوطة إلا مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قد تقول الفقير ينفق، نقول نعم ينفق. كيف؟ طبعا النفقة في نفقة واجبة، لا بد أن تنفق، بل لا تكون المتقين إذا ما أنفقت. كيف؟ الله عز وجل يقول التربية البيتية ترتيب البيت الرجل وعاهله وزوجته وأولاده، قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، يعني اللي عنده فلوس وعنده سعة من المال ينفق. طيب واللي ما عنده؟ قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. قدر يعني ضيق، اللي ما عنده ينفق. بمعنى يا أخواني لا تقوم البيوت إلا بالإنفاق. شوفوا خذوها مني، عندكم مشكلات بيتية أنفقوا تروح كلها، تروح ولا تزيد تذوب كلها، زي لما تحط أسيد على حاجة تحلها حل مرة، حط فلوس تروح لها. إيه والله حقيقة نقيل. طبعا في كلمة مما تستخدم استخدام غلط، أنا بستخدم استخدام صح اللي هي إدهن السير يسير سير أولادك عشان اللي يتشنج حط عليه ويمشي. حقيقة مقصودي أن الإنفاق ليس لأولادك لك أنت، لأن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولادك يفلحون. فأنت حينما تنفق لا تظن أنك تحسن على الناس، تحسن على نفسك، والله تحسن على نفسك، تخرج الدنيا من قلبك لتكون في يدك. طيب اسمعوا، خاصة لا ما نعطيكم شوي فيما يتعلق بالبيوت. الله عز وجل يقول في البيوت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، عدوا لكم فاحذروه. طبعا لما القرى يعدوا لكم معناته خلاص تفرد عضلاتك وترفع السيف والمسدس والعقال والعصا والصوت، ولا لا؟ لا، الآية اللي بعدها تبين لك الحل، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إيش قال؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. ما قال عدوا لكم يلا اضربوهم وابطحوهم واحبسوهم وسك عليهم الغرفة، ولا طردهم تروح لأمها ولا أبوها لا، تعفوا تصفحوا تغفر. إيش الفرق بين الأفعال الثلاث؟ الأفعال الثلاث وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر، يعني عجيبة الثلاث الأفعال. تعفو يعني تسامح، لما تصير أي تشنجات بادر بالعفو. ترى يا إخواني العفو قوة وليس ضعف. كثير لأن سهل أن تغضب، سهل أن تضرب، سهل أن ترد الصعصعين، سهل جدا سهل، لكن ليس حلا، هذه المشكلة. الله الحل تعفو بمعنى تسامح، تصفح وتصفح. الصفح قال العلماء تزيل ما في قلبك، ليس عفو ظاهري وإن كان مطلوب أيضا، شل لا يكون في قلبك شيء. كيف أحذر أولادك أمك أم أولادك وأولادك وبناتك زوجتك وعيالك لا يكون في قلبك شيء أبدا مهما كان،
مهما كانت عنيدة، مهما كانت أبدا مو صحيح أبدا. إذا 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 يعني رضيت تشوف شيء زين، إذا غضبت تشوف مو زين، مهما كان أبدا. عين الرضا ما تشوف إلا الزين، وعين السخط ما تشوف إلا المساوئ. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. المقصود تعفو تصفح. طيب تغفروا، تغفروا يعني تستروا الغلطة اللي في البيت، لا تطلع عن البيت، لا تروح تولول عند أمها، ولا أنت تولول عند أمك ولا عند أبوك، مو صح. خل مشاكلك إلى استر تماما، هذا هو الحل. طيب بعد الآية بعدها، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ترى الآيات في سورة التغابن، في آخر سورة التغابن، إن أردتم ترجعوا لها وشوفوا التفسير ارجعوا لها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لما قال فتنة وش الحل؟ أيضا قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وبعدين يا مشايخ وأنفقوا. حل المشاكل بالإنفاق، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، مو لزوجتك ولا أولادك، لك أنت. لا تقول إذا أنفقت من عليهم، الله يقول إذا أنفقت الخير لك أنت، مو لهم. أعطيتكم أمس 10، أعطيتكم 20، أمس أعطيتكم، لا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المقصود أن من خصائص المتقين ينفقون، ينفقون آتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ينفقا، وينفقون في السراء والضراء. من خصائص المتقين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من أخص أن تحرص على الصلاة. الصلاة تؤديها في أوقاتها في المساجد، الرجال في المساجد جماعة المسلمين، هذه من أخص خصائص المتقين، تحافظ عليها مع جماعة المسلمين بهدوء وسكينة إلى آخره. والزكاة أيضا لمن وجبت عليه الزكاة. بقي صفة ثالثة، بقي اثنتين، وهي تتعلق بالسلوكيات. المتقين إمام بالغيبيات كما قلنا، الإنفاق، إقام الصلاة، الزكاة، الصابرين في البأساء والضراء وحين الباس، ولاة العمران، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. هذه تتعلق بالموقف من الناس، تتعلق بضبطك لأخلاقك. الصابرين، ومعلوم أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق، والعبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومعنى سأقولها بكل شفافية، المسلمون ولا سيما في الوقت الحاضر يعني يتكلمون كلام مثاليات وكلام جيد، ولكنهم في سلوكياتهم مقصرون حقيقة يا إخواني، والله نحن مقصرون جدا في أخلاقياتنا، ولهذا نتكلم عن الآخرين في أخلاقياته، بينما نحن مقصرون ثم مقصرون. بل حتى أحيانا خاصة مع أدوات التواصل الاجتماعي تجد مثاليات يكتبون وينصحون، بينما لو تقابله ليس على ما كتب. ولهذا أخص خصائص المتقين وأخص ما يظهر فيه دونك وإسلامك هو أخلاقك. الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله. لكن إذا رزقك الله الصبر فقد رزقك الخير كله. كيف؟
ما هو الصبر؟ الصبر هو القدرة، احفظها، هو القدرة على حبس النفس، القدرة على حبس النفس، القدرة على ضبط الإرادة، القدرة على ضبط المشاعر، مشاعرك الداخلية. ولهذا قال والكاظمين الغيظ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ثلاثة. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، ليش؟ لأن فعلا يتجلى فيه قدرة الإنسان على الصبر، يتجلى فيه بمعنى اختبار. كيف؟ طبعا المسلمين كلهم طبعا الحمد لله يصومون بمعنى تكون الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى الغروب، لكن الذي يدخنون يصومون، يصوم، لكن حالما يفطر دخن. إذن هذا ما عنده صبر، ودليل على أنه ضعيف في التحكم. يا أخي ما دام أنك في غير رمضان تدخن كل ساعة ولا كل نص ساعة ولا أقل أو أكثر، في رمضان في الصيف استطعت أن تصبر 15 ساعة ولا لا؟ إذن أنت قادر على التحكم. أنا أتيت بهذا مثالا حيا، ومثلها مشاعرك مع أهلك، مع جيرانك، مع الأخلاق، ومع الغريب، ومع القريب. تستطيع أبداً أن تتحكم، لا تقول ما أقدر. حتى إذا عندك ضغط أو عندك سكر تستطيع أن تتحكم، ما تقول للطبيب، لو قال الطبيب لا تغضب، تقول والله يا دكتور من اللي ما يغضب؟ أبداً تستطيع أن لا تغضب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال لا أصلي، قال لا تغضب. والرسول ما قال لو تغضب وهو لا يمكن يغضب، لا يستطيع أن لا يغضب، لا يستطيع. والرسول لا يكلفنا ما لا نستطيع أبدا. مثلا إذا كنت غضوب حينما تستغضب أو تستثار، إما إذا كنت قائم اجلس وإلا أخرج، وتأكد أنك مرة مرتين سوف تسيطر على نفسك. إذا تستطيع ألا تغضب. ولهذا قول عزيز والكاظمين الغيظ، ما معنى؟ معناها أنهم يصدرون منهم غيظ، يأتي ما يغيظهم ويأتي ما يثير غيظهم، ولكن يكتمون غيظهم. ولهذا كل الأخلاق بالتخلق، كلها، الصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، لا 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 لا. كلها أبدا. ولهذا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أيضا كاظم الغيظ والعافية عن الناس. طبعا العفو كذلك ترى هو داخل في الصبر. شوف الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مثل وإن تعفو وتصفح وتغفر، بمعنى إذا جاءك ما يغضبك أو إذا جاءك من يستثير غضبك أو من يستثير نفسك اكذب وترقى وارقى إلى خلق عالي وهو أن تعفو. العفو درجة تأتي أعلى من كرم الغير، وأعلى منها والله يحب المحسنين. في قصة مشهورة عن علي بن حسين بن علي بن طالب بن عمرو بن زيد العابدين رضي الله عنه وعن أبائه، وعمرو بن السجاد زيد العابدين من آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، يقول كان عنده جارية، أما رقيقة يعني، بنت صب عليه موية من البريك ما انتبهت، كان الماء حار جدا ما انتبهت، وطبعا قد يكون الوقت شتاء لكنها كان ماء ساخن، لكنها يبدو زايد الحرارة ما انتبهت. فلما
سكبت الماء انتفض من شدة الحرارة وظهر عليه علامات غضب جدا، ومن حقه أن يغضب كل سيارة. لكن الجارية هذه يبدو أنها لطيفة جدا وذكية ونبيهة ومتعلمة وإن شاء الله صالحة. التفت إليه وهو من أهل البيت والله عليم، وأيضا من أهل العلم والفضل والعبادة. التفت إليه قالت يرحمك الله والكاظمين الغيظ. ما زاد أن قال كذبت غيظا. قالت يرحمك الله والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت يرحمك الله والله يرحم المحسنين، قال أنت حرة. شوف الدرجات. تندر بالله عليك لو غضبت على زوجتك وقلت روحي الله يسامحك، وبعدين دخلت يدك في الجيب وخذي كمان واخذت تاتاتاتا هذه قليله يلا خذ زياده بالله. عيب؟ هل هذا عيب؟ هذه مروءه، وهذا وبهذا بناء البيوت. اذا كاظمين الغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين. في صفه ثالثه رابعه في ايه العمران في صفه المتقين، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله يا اخواني هذه الصفه كلنا نحتاجها وكلنا واقعون، والله لا اكاد ازكي احد ابدا ابدا، كلنا خطاؤون وكلنا نغلط، ولكن ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا، وحسن ظننا بربنا الذي ستر عنا في الدنيا أن يستر عنا في الآخرة. يعني هل أعظم من أن يجعل الله سبحانه وتعالى من صفات المتقين أنهم فعلوا فاحشة؟ الفاحشة هنا قال العلماء كبائر الذنوب، تفعل فاحشة كبيرة، قد يكون ريبة، قد يكون زنا، قد يكون أكل مال الناس الباطل، قد يكون كبائر ذنوب يمكن يقع الإنسان، إنسان بشر. يا أخواني رجل جلد في الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة والثانية والثالثة والرابعة، فلما جلد الرابعة بعض الصحابة قال لعنه الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه. ماذا قال فيه؟ قال إنه يحب الله ورسوله. مش عنده خبر مشكلة وقع فيها خمار أربع مرات يجل على عهد الرسول قال يحب الله ورسوله. فأحيانا قد نغلط يا أخوان، كلنا نغلط، لكن قال لم يصروا. هذا الإشكال، هذا الذي اختبر فيه نفسك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم الصغائر، الفاحشة قالوا لهم الكبائر والصغائر ما في أكثر منها، الغيبة طبعا الغيبة والنميمة ترى من الكبائر إخواني، ميمة الصغائر، وكم لا يكاد يسرح أحد الغيبة يغتاب إخوانه وتكلم فيه ونجرح صلى الله عليه وسلم، وخاصة أحيانا بين طلبة العلم وأدوات التواصل الاجتماعي تنوء بأحمال كثيرة من هذا. لكن والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا متقون، بمعنى ذكروا الله خوفا وذكر الله رجاء. ذكر الله خوف من المحيط وكل شيء مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خاف، ذكر الله بإحاطته بعلمه بحفظه، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. أيضا ذكر الله بعفوه
وبرحمته وإحسانه ومنه ولطفه. فلا يذكر الله قلب إلا لإيمانه. فتأكد يا أخي أنه لا يأتي ما لا يرد ذكر الله على قلبك إلا لما لأن قلبك عامر بالإيمان. فقال ذكر الله حينما ذكروا استغفروا لذنوبهم. يا إخواني لا تستهينوا بالاستغفار، استغفروا، بل عودوا أنفسكم أن تستغفروا الله في جميع أحيانكم أبدا. استغفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استغفر مئة مرة. يقول الصحابي كان الله يذكر الله استغفر الله ما لا أحصيه. وكان كثير منهم استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. اجعلوها في 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 في, في احوالكم كلها. ابدا ما يعني كما يقول عمر رضي الله عنه يقول انا لا احمل هم 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 الدعاء. ما لا احمل هم الاجابه. لكني احمل هم الدعاء. اهم شيء ادعو بس. اذا الهمني الله الدعاء، الهمني الله الاستغفار، الهمني الذكر على خير وكثير. فحاول أن تكون فعلا كثير الاستغفار، لأن هذا يدل على أن قلبك حي، وعلى أن ذكر الله قد لا به قلبك.